الموتور. وبعدين قال لك والله طب ما انا ممكن برضو حتى العجلتين اللي قدام دول اخلي عجله هنا وعجله هنا احط عليها موتور، ونفس القصه العجله اللي ورا دي احط عليها موتور والعجله دي احط عليها موتور، فبقي فور موتور باور ترين، فور موتور باور ترين. طيب هو طبعا في الفور موتور لازم الكنترولر اللي احنا هنحكي فيه ان شاء الله المره اللي جايه ده يتحكم بقى، فبقول لك انا لازم يبقى في علاقه بين الاربع عجلات دول، بيبقى اللي قدام على اليسار دي بتبقى بوزيتيف واللي قصادها عكسي بوزيتيف، ودي نيجاتيف ودي نيجاتيف، عشان مش كل واحده تتحرك بدماغها. فالسياره كده لو الكنترولر اللي هو بيحكم الحركه حصل فيه مشكله هتلاقي كل عجله في اتجاه، احنا عاملينها عشان تبقى ميزه مش عشان تبقى عيب. فعمل ريليشن هنا بين العجله اليمين فوق دي واليسار تحت، تمام، بوزيتيف تشارجنج او نيجاتيف تشارجنج، الشحنه بتاعتها او الاتجاه، هنا هما الاثنين ليهم علاقه في الكنترولر مع بعض هنا. طيب لسه طبعا هنتكلم فيها طبعا ده بيزود ان انا ازود التورك العزم، التورك زي ما قلنا الفورس في الديستنس. طب شكلها بيبقى ازاي؟ ادي البطاريه في النص، والبطاريه دي هتاخد منها كابل تروح تغذي الموتور ده بالكنترولر بتاعه، اهم حاجه الكنترولر اهم الموتور، والموتور ده رابط بالعجله دي. بس خلي بالك، هل هنا في حاجه بتربط العجله اليمين باليسار؟ لا، يعني ده واخد كابل لوحده ورايح على عجله لوحده، وده واخد كابل لوحده ورايح على عجله لوحده، وتحت نفس القصه. فما فيش ما فيش ودي ميزه خطيره بقى، ان انت ايه هتلغي التروس الجير بوكس ده، تمام، والاكس اللي كان في النص عشان يشد اتنين مع بعض اتلغى، فبقت دي بيور الكتريكال، يعني هو كابل يطلع من البطاريه يروح يغذي موتور يتحكم في العجله اليمين فوق، العجله اليسار فوق، العجله اليمين تحت، العجله اليسار تحت، فبقي بيستخدم فور موتور لكل عجله موتور.